حياكم الله اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم حج عراق. تقدرون تشوفون كل حلقاتنا على المواقع اللي تطلع دائما في اسفل الشاشه على السوشيال ميديا انستغرام والفيسبوك واليوتيوب. ايضا تقدرون تتواصلون ويانا وتشوفون كل حلقاتنا على موقعنا الخاص www.صوتالمستقبل.com. اليوم موضوعنا يتكلم حول العنف الاسري، واذا نشوف السوشيال ميديا بالفتره الاخيره كلش مهتمه بهذا الموضوع، وعدد كبير من الاعلاميين والاعلاميات والناشطين حتى والقانونيين اهتموا بهذا الموضوع، لانه يشوفون اكو عنف مفرط تجاه المراه والاطفال. وحتى نتكلم اكثر بهذا الموضوع يعني بالاستوديو الاعلاميه الست صلاح. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك مصطفى. الله يخليك. انت اهتميتي بهذا الموضوع اكيد، ودائما تهتمين بهذا الموضوع، وسويتي حمله على السوشيال ميديا صوره كأنما أنت يعني تعبرين على كل أنثى معنفة. احكي لي إيش معنى هاي الفكرة تحديداً، جتي بباش سويتيها؟ يعني عادة أحب إنه تكون جلسات التصوير اللي أسويها ذات مغزى أو رسالة متعلقة بقضية من قضايا المجتمع. زين. فأكيد موضوع العنف الأسري هو ملازمنا صار لفترة طويلة، يعني باعتبار إحنا مجتمعنا هو مجتمع ذكوري، يعني متجذر بالعنف ضد المرأة باعتباره سمة من سمات الرجولة يعني. فنحتاج إلى توعية، نحتاج إلى أن تعرف المرأة أنه هذا غلط، هذا التصرف اللي دا يصير ضدها غلط، لأن أكو عندنا مشكلة بالنساء نفسهم اللي يعتبروا حق للرجل بتأديبها وبضربها أحياناً إذا صدر منها خطأ. فكنا نحتاج أنه بعض الحملات، خاصة إحنا كإعلاميين بالتالي أكو جمهور يتابع، ممكن نكون أقدر على توصيل مثل هيك رسائل. زين، اليوم البرلمان لحد لا ما قرار قانون لحماية المرأة من العنف، ومستمرة حالات بين زوجة تحرق روحها، بين يعني مو مرات العنف مو بس مرات تعنيف بالضرب، أكو تعنيف نفسي وهذا أخطر حتى هذا يعني. هذا ينتج لك جيل مشوه بعدين، يعني نفس الإنسان يكون بدل ما أنت تأذي جسدياً تأذي نفسياً، وبالتالي انعكاساته أكبر، انعكاساته على انعكاساته على أطفالها، على عائلتها، على المجتمع اللي يحيط بها، ده تنتج أنت إنسان مشوه. بالنسبة لهذا القانون قصة يا مصطفى، هذا القانون صار له دورتين نيابية وهاي الثالثة من الحكومة المجلس النواب، من رئاسة الدولة رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، ورايح جاي رايح جاي كتابنا وكتابكم بدون إقراء. زين، يعني النائبات بالبرلمان الإعلاميات والناشطات ما قدروا يضغطون على البرلمان ويمشون؟ يعني احنا بدنا نسوي ضغط كاعلاميات كناشطات. يمكن انت شفت اكو تظاهرات حول الموضوع، صح. اكو حملات اعلاميه حول الموضوع، يعني النائبات بمجلس النواب بصراحه ما عندي يعني معرفه بهاي الدوره عن توجههم، لان هاي الدوره كانت استثنائيه بسبب المشاكل اللي صارت تغيير الحكومه وثم كورونا ومجموعه يعني اجراءات يمكن ما خلتهم هوايه ينتبهون لهذا الموضوع. لكن استغل قانون العنف الاسري لتغيير وجهه الشارع حول موضوع معينه في حاله معينه، لكن ما تم اقراره كالعاده. بالدورات السابقه كان اكو ضغط من لجنه المراه النيابيه للمراه والطفل، تم تغيير بعض البنود حتى تكون موالمة أكثر للأسرة العراقية. أكو شيء لازم نوضحه، هو يقولون أنه هذا القانون أنتم تريدون تسوونه مثل أمريكا مثل أوروبا. لا، هذا القانون مو استنساخ من تجربة أمريكية أو أوروبية، هذا القانون مفصل للأسرة العراقية. هذا القانون تدخل به يعني دخلت به المرجعية الدينية ببعض فقرات لتعديلها بما يتناسب والشريعة الإسلامية، تدخلت بمنظمات مجتمع مدني، تدخلت بالعشائر والعرف والتقاليد، حاولنا أنه يكون مناسب ومفصل للأسرة العراقية وللعائلة والوضع العراقي بشكل خاص. اللي يقول استنساخ عن تجربة فغلط تماما. يريد يحارب القانون بسرعة. زين، نفتح الملف، وليش المرأة العراقية تعنف هواية؟ تعنف جسديا وحتى نفسيا برأيك؟ كثرة الضغوط مصطفى، يعني احنا تعال احسبها من الثمانينات،
يعني جرها من الثمانينات والحد اليوم 2020. اعطيني سنة واحدة بيهن احنا ما عندنا حالة خاصة، يا حصار يا حرب يا إرهاب يا داعش يا طائفية يا كورونا يا أزمة اقتصادية. هذا يخليك مجتمع انت مضغوط نفسيا، وبالتالي الإنسان من ينضغط نفسيا ما يكون بحالته الطبيعية وحالته السوية، فيكون اتجاهه نفسيا للعنف هو أقرب وأسهل وسيلة للتعبير عن دواخله. طيب. من العنصر الضعيف بالعراق أو يعني بالمجتمع العراقي المرأة هي العنصر الأضعف، وهي والطفل هذا هي معرضة للعنف. يعني هي تحمل مسؤولية اليوم، يعني اليوم كنا علينا ضغوطات، كل رجل ببيته هو عليه ضغط، ليش هذا البيت بيت مفلان تعنف ومفلان تقدر؟ تتبع التنشئة والتربية، تتبع إدراك المرأة نفسها لحقوقها ووضع حد، لأن مرات نساء هن يعني ساكتات على تعنيفهن. قلت لك أكو نساء تعتقد أنه هذا من حق الرجل أنه تعنف في حال أخطأت. يعني هواية عوامل، عدم وجود قانون لحد الآن هو أتاح للرجل تعنيف المرأة. بالمناسبة خليني أحكي بهاي أنه هذا القانون لا، يعني على عكس ما يشاع، لا يتعلق بالمرأة والطفل فحسب، يتعلق حتى بالرجال. هناك نسبة من الرجال معرضين للعنف من قبل نسائهم، فبالتالي هذا القانون يمنح حق انه حال المرأة المعنفة. يعني هذا قانون للأسرة كلها، يحمي الأسرة من الفرد الضعيف بالأسرة، ينحمي حتى ما يتعرض للعنف سواء كان رجل او امرأة او طفل. زين اليوم الرجل اذا يتعنف يروح القهوة، ينزل من البيت، المرأة وين تروح؟ لا مرات مرات حتى ممنوع يروح للقهوة. يعني اكو حالات بالمجتمع اكيد يتعرض للعنف ويتعرض للضرب. شنو سلبيات اليوم يعني برأيك وانت إعلامية وملتقية أكيد بعدد كبير من البنات اليوم، ممكن الزوجة يربيها زوجها؟ ممكن هذا الضرب المبرح يخليها تصير هي مثل ما هو يريد؟ يعني أنت منطقيا الضرب يربي؟ زين إحنا لا، ما هو منطق الضرب يربي، يعني إحنا ليش متعودين نحرك كل عضلاتنا ما عدا عضلة لساننا بالتربية؟ يعني إحنا نصيح ونضرب، منعرف نوعي الطفل أو نوعي الزوجة باللي يريد الزوج في بعض المقتضيات الحياة وبعض أمورها. من تنضرب راح تفقد الثقة بنفسها، راح أكو نساء يروحن يتطرفن بالموضوع ويعاندن أكثر. صح. أكو نساء يوصل مرحلة إنه يكرهن زوجهن، وبالتالي يحاولون مثل ما شفنا أكو وحدة قتلت رجلها وهو نايم. وحدة طبعاً يعني لما تتعرض إلى عنف وضرب إهانة أو قلة قيمة قدامها وقدام أصدقائها وقدام أهلها، شو تتوقع منها؟ يظل أسرة متماسكة؟ صح. تتوقع منها تظل تحب رجلها؟ تتوقع منها تعرف تربي أطفالها تربية صحيحة؟ وهنا نرجع على دور المرأة بهذا الموضوع. هواية عندنا نساء هي تعلم ابنها أنه يعنف أخته الصغيرة حتى يصير رجال. صح. هذا جزء كلش كبير تتحمل المرأة اللي لازم تكون هي واعية بهذا الموضوع. زين اليوم يعني برأيك القانون هو الحل؟ القانون هذا راح يصير بلد ديمقراطي والبنية بعد ما تعنف وخلاص كلش أوكي؟ لا شوف، هو القانون جزئية. زين. إذا حلت لنا نسبة معينة، خلينا نقول جيد 10-20% فهو إنجاز. لكن قلت لك قبلها لازم أكو تصير أكو تربية صحيحة، أكو تنشئة لمجتمع بطريقة صحيحة يقدر يفعل هذا القانون. همين القانون هذا إذا بقى بس قانون على ورق وبدون تفعيل وبدون أدوات، همين ما راح يفيد. الفكرة الحلوة بهاي القانون، الإضافة الجديدة، قلت لك هو موجود بقانون العقوبات، إنه الزوجة إذا اشتكت على زوجها إنه هو يعنف، هاي حاليا بالوقت الحالي موجود هذا القانون. إذا اشتكت على زوجها بأنه يعنفها فيتعاقب زوجها. لكن الفكرة بأنه هي أصلا معنفة، راح تقدر تروح وتشتكي؟ أهلها حيسمحون؟ هنا عندنا هواية مشاكل عرفية واجتماعية. هذا القانون أتاح فقرتين، يعني الأولى إنه ممكن أي شخص يشوف حالة تعنيف يروح يبلغ مع الاحتفاظ بسريته، يعني ما حد راح يعرف انه هذا بلغ، فراح ما يصير عليه مشاكل لا قانونية ولا عشائرية ولا يجون عليه تعاركون وياه لانه راح بلغ. والمرأة وهي موجودة اكو احد يقدر يوصل صوتها حتى لو هي ما قدرت توصل صوتها. حلو. فهذا الموضوع هو الإضافة الجديدة بالقانون. هسه بما انه انت يعني عندك متابعين ومتبنية موضوع حملات التعنيف ضد المرأة، واحنا باقي لنا يمكن دقيقة، قبل من دقيقة هاي كاميرتك، وش تحبين توصلين رسالة بصورة عامة للسيدات
بصورة عامة والمعنفات بصورة خاصة. أحب أقول أول شيء للبنات إنه لا تقبلين على نفسك أقل من اللي تستحقيه. أعرفي واجباتك وأعرفي حقوقك حتى تكونين قوية، بالتالي القوي ما حد يقدر يأذيه. فكرة إنه أنت عادي زوجك يضربك أبداً مو عادي، الضرب يعني أبداً ما كان حل، لا راح يخليك بأسرة مستقرة ولا راح يحقق لك السعادة، وبالتالي راح تحملين بس تعب 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 إلى أن يجي يوم يطلع منك تصرف يمكن تندمين عليه إنه بالمرة الأولى ما حكيتي وما أخذتي موقف. شكرا جزيلا لك، انا مش تعبانه وكان عندي التزامات اليوم، شكرا لوقتك ونورتيني جدا بالعكس. اليوم يا انصار شكرا جزيلا. شكرا. اعزائي المشاهدين، انا ما اعرف ليش هواي اكو ناس يعتقدون انه القوه يعني هذه القوه انه هي تكمل الشخصيه، يعني انت اليوم كل ما عنفت زوجتك راح تخاف منك، راح تحترمك، راح ما تسوي اشياء، والعكس صحيح طبعا، العكس صحيح، لانه اليوم احنا كبشر نختلف عن باقي الكائنات. لغه التخاطب بيناتنا ولغه التفاهم هي الكلام والافعال البسيطه والسلسه. كثير من العلاقات الزوجيه اللي بدات بمكان خطا ولكن صارت من اجمل العلاقات الزوجيه من خلال التفاهم والكلام، وكثير من العوائل نادره جدا واللي يتباهون بشهاداتهم وبانجازاتهم فشلوا فشل ذريع بسبب لغه العنف الموجوده، وبالتالي هي لغه العنف مستحيل تكون لغه نجاح وتفاهم بيننا كبشر. وصلت وياكم نهايه حلقتنا هذا اليوم، انتظروني بالحلقات الجايه. في امان الله.